معي دكتور عمار مره اخرى. اهلا بك دكتور عمار. تحياتي سيدي الكريم. يعني تابعت معنا ربما هذا الحفل الخاص بتنصيب الرئيس الامريكي، وكل ما قيل انه هناك وضع داخلي امريكي بيحتاج الى نظره مهمه من الرئيس الامريكي، لكن لم ينسى المتحدثون ان هناك لا اقول عدوى انما اقول قوه اخرى بتقلق الامريكان وهي روسيا. وكل ما قيل عن تركيا مثلا أنه هناك علاقات قوية مع الروس وتم الاستعانة بمنظومة S-400 ومن ثم تركيا في محك أن تختار بين روسيا وأمريكا، هل هذا يمثل بداية أن هناك قوتين عظمتين متنافستين ربما يكون عودة للحرب الباردة مرة أخرى، أم أن هذه بداية لا يجب أن يعني نتسرع في الحكم على العلاقات الروسية الأمريكية؟ سيدي الكريم، يعني لطالما يعني موضوع العلاقات السياسية الروسية الأمريكية كان يعني الحديث عنه طويلا ومطولا، ومسألة يعني الحرب الباردة كما تفضلتم بها باعتقادي أننا يعني لم نبتعد عنها كثيرا يعني في حتى العالم الحديث، وهذه يعني العلاقات استخدمت من قبل يعني العديد من الإدارات الأمريكية العلاقات الروسية الأمريكية كأداة ضغط يعني وكأداة سياسية لتمرير بعض يعني المصالح الداخلية، ورأيناه يعني فعلت إبان فترة ترامب من قبل الديمقراطيين للضغط عليه. ولكن يعني هناك نقطة مهمة أنه خلال جميع الإدارات كانت ديمقراطية أم جمهورية، يعني روسيا هي تشكل لهم يعني هذا البعبع أو العدو الذي يعني يهدد منظومة الأمن القومية الأمريكية، فهذا يعني لا يمكن أن يستغنوا عنه، وخاصة أنه ممكن أن يفعل إعلاميا في المرحلة القادمة، وذلك للتغاضي جزءا ما أو يعني لتصدير الأزمات والمعضلات الداخلية إلى الخارج من خلال روسيا وأيضا الصين. العلاقات كما تفضلتم يعني أو ممكن القول خيار تركيا يعني في تلك الفترة بشراء منظومة الأسلحة يعني الروسية S-400، والتي شكلت باعتقادي لتركيا نفسها يعني هذه المعضلة في هذه العلاقات التركية الأمريكية، هي ممكن يعني ان نتعامل معها ب يعني من اكثر من نقطه. بالنسبه لروسيا يعني تركيا لا تعتبر يعني ذاك يعني الحليف الاستراتيجي، ولكن هناك يعني وهذا ما صرح عنه الرئيس لافروف قبل فتره، ولكنه يعني شريك في اكثر من ملف، ولكن يعني هي محاولات كانت من قبل السياسه باعتقادي الخاطئه الاردوغانيه يعني اللعب على او ما بين يعني الدول العظمى. العلاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة كما كانت متوترة باعتقادي يعني ستبقى، ولكن سنرى بعض يعني من الاتزان في هذه العلاقة، وأهم في الأمر وهو يعني الملفات ممكن القول النووية والتي لها يعني علاقة بالأسلحة الاستراتيجية، وذلك للحفاظ الجزئي على يعني الأمن الاستراتيجي والتوازن في منظومة العلاقات الدولية. يعني دكتور عمار، يعني حدثني عن الملفات التي يمكن أن تثير يعني مسألة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتي تمثل حالة من حالات ربما المناواة إنجاز التعبير بين الطرفين. إيه هي الملفات العالقة بين الطرفين؟ الملفات باعتقادي يعني المهمة والعالقة ما بين الطرفين، والتي يعني ترامب ممكن القول يعني انه يعني ابدع في تجزئتها، وهي الملفات يعني فيما يتعلق في المعاهدات الدولية، وهي السماء المفتوحة اولا، وثانيا صواريخ القصيرة ويعني والمتوسطة المدى، والحديث اليوم يجري يعني عن اهم المعاهدات يعني الاتفاقيات وهي ثلاثة والتي ستنتهي يعني الشهر القادم، هذا أولا. هناك أيضا يعني مناطق إقليمية تلتقي المصالح، وأيضا يعني الحالة التنافسية الجيوسياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا، مثل مثلا الملف السوري، جزئيا الشرق الأوسط، وهذه يعني كله اليوم ممكن التعامل معها جزئيا، يعني أن هناك
تصادم بين يعني المصالح، ولكن يعني تبقى طاولة المفاوضات مفتوحة. فهذه اليوم يعني من أهم باعتقادي يعني الملفات المطروحة، وأيضا يعني لا ننسى أن التعاون القادم يعني وكيف سيكون شكله، وهنا ممكن دمج يعني المنظومة الأوروبية يعني بهذا يعني الثلاثي، يعني روسيا المنظومة الأوروبية والولايات المتحدة، وخاصة أنهما تبدو بعد ممكن يعني بعد إمام مجلس الغربي أن هناك تصدع في الفترة الأخيرة نرى يعني نوعا ما وهو من قبل فرنسا. سيد عمار، يعني هناك انتقادات أمريكية خلال الفترة الماضية، خلال الأيام القليلة الماضية، لروسيا في مجال حقوق الإنسان، وكان هناك رد من الكريملين بأنه لن نقبل مثل هذه النصائح أو دروس الخصوصية. يعني عملية هذه المبارزة في مجال حقوق الإنسان بين اتهامات أمريكية وأيضا صفعات روسية إنجاز التعبير، تعليقك على ملف حقوق الإنسان والمآخذ الأمريكية على روسيا في هذا الإطار؟ السيد الكريم، هذا باعتقاد الحديث يجري عن العملية يعني التوقيف الناشط السياسي في الفترة قبل الأيام، يعني وهو أليكسي نافالني. ومسألة يعني ملف حقوق الإنسان هنا يعني لابد من ذكر يعني مفهوم ازدواجية المعايير الغربية وخاصة يعني الولايات المتحدة، وهذا من ضمن يعني الأسلحة التي تستخدم ضد روسيا والصين في نفس الوقت، وضد يعني من يقول لا للولايات المتحدة ومن يتعارض يعني مع سياساتها الخارجيه. راينا يعني انه من خلال مدون، وهو ليس من المعارض السياسي الذي لا يمتلك يعني لا حزبا سياسيا ولا برنامجا سياسيا، راينا كيف يصنعون منه يعني ماده اعلاميه في محاوله لاظهار روسيا يعني وكانها دوله شموليه. هذا الملف يعني استخدمته الادارات جميع الولايات المتحده، وتستخدمه يعني جزئيا يعني الولايات ايضا المنظومة الأوروبية. التعليق كان مباشرة من قبل يعني الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زخارفا حول توجيه ما تفضلتم فيه، يعني أنه انظروا للانتهاكات التي يعني تحصل في الولايات المتحدة، ولا ننسى أن الانقسام المجتمعي يعني قبل السياسي ومفهوم يعني العنصرية باعتقادي يعني وطروحات حتى الرئيس ترامب والهيئات السياسية والمنظمات المجتمعية التي تتبنى فكره اليميني المتطرف، يعني لا اعتقد انها ممكن يعني ان تتساوى او تتفاهم مع ملف حقوق الانسان. فهذه يعني الامور قائمه، وباعتقادي ان ملف حقوق الانسان سيكون من احد يعني الملفات على طاوله يعني الرئيس القادم بايدن، وذلك لرائد الصدع المجتمعي يعني الداخلي في المنظومه السياسيه الامريكيه. انا بشكرك جدا دكتور عمار قناه، استاذ العلوم السياسيه من موسكو، شكرا.